بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصد دون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق.
Baru saja Anda mendengarkan dan menyaksikan.